بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب مكرر المشروع The Final Project، أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الثانية من مكرر The Final Project for Master Degree لطلاب شهادة الماجستير بجامعة الجميع الذكية. أهلا وسهلا بحضراتكم، برحب بكم في المحاضرة الثانية، ونبتدي النهاردة المحاضرة بتاعتنا هتكون طبعا عن زي ما حضراتكم شايفين الريسيرش بروبوزل. ازاي ايه هي الكونتنت بتاعت الريسيرش بروبوزل، ايه اللي جواه، نقدر نتعرف على المراحل بتاعته خطوة خطوة وواحدة واحدة، ونقدر نتعرف على أهمية كل من هذه الخطوات. بس خليني قبل ما اروح على الريسيرش بروبوزل أفكركم إن المحاضرة الأولى إحنا اتكلمنا فيها عن حاجات مهمة جدا جدا جدا، بدأناها بالأهداف والمهارات اللي نقدر نستفيد بيها من هذا المقرر، إزاي نقدر، إيه هي أهداف المقرر، وإزاي نقدر ننمي مهاراتنا ونطورها من خلال الدراسة في هذا المقرر. ودي يعني استعرضناها القدرات البحثية بقى والتحليلية وإلى ما شابه في المحاضرة السابقة. كذلك في المحاضرة الأولى تطرقنا إلى مفهوم البحث العلمي وعرفناه، وطلعنا من خلاله إن عرفنا إن البحث العلمي بيكون لسبب حل مشكلة، أو لأن إحنا نضيف إلى العلم وتاريخ العلوم في مجال محدد. كذلك تكلمنا في المحاضرة السابقة عن مجالات البحث العلمي في العلوم الإدارية، وعرفنا إن هناك أكثر من مجال تم شرحها وتناولها بالتفصيل، فضلا عن ان احنا ناقشنا كمان انواع البحوث وما هي الاهداف اللي ممكن نوصل عليها من البحث العلمي وخصائص البحث العلمي، كل ده تم مناقشته بالتفصيل. كذلك مشكلات وصعوبات تواجه العاملين او الباحثين العلميين، فضلا عن مناقشتنا في نهاية الفصل الى اخلاقيات البحث العلمي في العلوم الادارية. والإثكس دي بتعتبر أحد أهم ركائز البحث العلمي التي يجب أن يتمتع بها كل باحث. النهاردة وبعد ما خدنا في المحاضرة اللي فاتت يعني مجموعة كبيرة تمهيد، وابتدينا نعمل تمهيد ونعرف إحنا رايحين فين وإيه بالظبط البحث العلمي وإحنا متوقعين منه إيه وإحنا مستنيين من هذا المقرر إيه، هنبتدي بقى برضو. إحنا المرة اللي فاتت بالمناسبة في المحاضرة الأولى خدنا قدر لا يستهان به من المعلومات والبيانات، النهارده بنبتدي نحط ايدينا بقى في الريسيرش بروبوزل، ونبتدي ناخده خطوه خطوه ونعرف ايه بالظبط اللي جواه علشان نبتدي العمل بتاعنا بشكل صحيح. وكالعادة نبتدي النهاردة بمحتوى محاضرتنا اللي هنتناول فيها العديد من النقاط المهمة، وأولها هنتكلم عن the concept and objectives of the research proposals، ونبتدي نتكلم فيها وناخد بالتفصيل إيه هي أهداف الـ research proposal وما هو الخطة اللي نقدر نمشي عليها to get the research proposal approved. تاني حاجة نتكلم عليها النهاردة هي the stages of research process، ودي غاية في الأهمية لأن وضوح خطوات البحث العلمي وقدرة الطالب على أنه يكون ملم بها بشكل كامل وفعال هنا بتفرق معاه كتير جدا في إنجاز هذا العمل. وأنا إنجاز ليا يعني أن أنا أبتدي أشرح وجهات نظري أنا الشخصية. لازم هنا نشير بس أولا كده إلى أن البحث العلمي في مجموعة كبيرة من المدارس التي تقدم البحث العلمي، فخلي بالنا أن قد تختلف مدرسة عن الأخرى إلا أنهم جميعا لديهم نفس الإخراج الواضح والصريح الذي يمكن من خلال عملهم ده نثبت النظرية أو نثبت شيء جديد على حسب البحث يعني بشكل علمي يعني واضح جدا للجميع بعد تحكيمه ومناقشته. أرجع تاني وأقول
صحيح مدارس البحث العلمي مختلفة، لكن أنا لو ليا إن أنا أنصح حضراتكم بحاجة، عندنا هنا مراحل البحث العلمي اللي تاني خطوة the stage of the research process، دي حاجة غاية في الأهمية يجب أن يلم بها جميع الباحثين والباحثات. إزاي أقدر أخرج بحث علمي؟ إزاي أطلعه منضبط ومظبوط؟ get it right first time، من أول مرة. يبقى أنا لازم أعرف ما هي المراحل، بعد ما اعرف ما هي المراحل لازم افوكس بقى واعمل زوم ان واخش جوه كل مرحله وابتدي اشوف ما هي متطلبات هذه المرحله وكيف يمكن تحقيق اعلى استفاده وتحقيق to achieve this stage with 100% accuracy. هقدر اعمل كده؟ نقدر نعمل كده، لكن في الحقيقه انا بحاول في البدايه مع حضراتكم نعمل بناء معرفي في الاول، نشوف ايه هو البحث العلمي، ايه هي ابعاده، ايه هو تعريفه، ايه هي الفوائد بتاعته، ايه هي الخطوات بتاعته. كل ده بيساعد بشكل كبير جدا في تهيئه الطالب وتهيئه الباحث. هنا بقى احنا خلاص وصلنا لمرحله حضراتكم باحثين وباحثات، تهيئة الباحث لأنه يدرك ما هو ده اللي داخل عليه بقى وما هو قادم، وبالتالي يكون على أعلى قدر من التخطيط. والوقت هنا مهم جدا، التايم مانجمنت غاية في الأهمية، فرجاء يعني هنا التخطيط ده أهم بكتير جدا من أي عملية تانية، لأنه بيدي لك فرصة لأنك تنفذ ما تم تخطيطه بجودة وكفاءة عالية. لكن لو أنت نفذت بكفاءة عالية بينما التخطيط كان فيه deficiency أو عيوب، مش هتقدر توصل للنتيجة المطلوبة. رقم ثلاثة، research plan أو البلان بقى بتاعتي، البلان بتاعتي نفسها همشي عليها إيه، 1 2 3 4. البروبوزل، research proposal بتاعها هيحتوي على الحاجات اللي جاية دي كلها، ونبتدي نتكلم عليها ونشوف ازاي نكتب ريسيرش تايتل، ازاي نحط التايتل بتاعنا، العنوان بتاع البحث العلمي. كمان هنتكلم على الانترودكشن، وازاي انا بتنقل في الانترودكشن دي من العام الى الخاص، من الكبير الى الصغير. وكذلك ريسيرش بروبلم او البروبلم ستيتمنت، هنا لازم تكون واضحه ومعرفين المشكله بشكل واضح وصريح، زي ما قلنا في المحاضره السابقه ان البحث العلمي مين اللي بيكون لحل مشكله من المشكلات. وبعدين احنا هنتكلم على أهمية البحث العلمي، the importance of the research، أهمية البحث بتاعي أنا اللي أنا بكتبه ده، ده مهم في إيه، ده هي هي هيضيف إلى العلم في إيه، هيضيف إلى المجتمع بتاعي في إيه، هيقدر يحل مشكلة إيه. لازم أنا نفسي أقدر أكتب ده بشكل واضح وصريح، يقنع من يطلع على هذا البحث بأن بحثي ده له قيمة عالية. Research Hypothesis، وهنا الافتراضات بتاعة البحث وفرضيات البحث، هنعرف الطريقة المظبوطة اللي أقدر أكتب بيها هذه الفرضيات، فضلا طبعا عن Literature Review. Literature Review ده واحد من أهم المصادر اللي أقدر أجيب منها بيانات ومعلومات وهيستوري لموضوع البحث بتاعي، فضلا طبعا على انه هو بيكون العامل الاساسي اللي ببني عليه هذا الشابتر او هذا الفصل من مراجعه الادبيات السابقه. ريسيرش ميثودولوجي وريسيرش ستراكشرز، فضلا عن ريسيرش ليميتس اند الانيشال ريفرنس ليست. ليه بنقول عليها انيشال؟ لان دي المبدئيه، هو ده بس في البروبوزل. انا كده خلصت؟ لا، انا لسه ما خلصتش. ما احنا بعد ما بنقدم البروبوزل بتاعنا ويتوافق عليه بنرجع نشتغل تاني ونرجع نضيف تاني على الريفرنس ليست، وبتزيد معانا الريفرنسز، وبالتالي نقدر نقدم بحث مميز ان شاء الله. ولذلك فإن احنا بنتوقع انه بنهاية هذا الفصل بيكون الباحث والباحثة لديهم القدرة على التعرف وفهم مفهوم خطة البحث وأهدافها، Research Plan Concept and Objectives. كذلك بإذن الله سوف يكون لدى الباحث والباحثة القدرة على صياغة الأهداف البحثية وتعريف أهميتها بالنسبة للبحث، فضلا برضو كمان عن ان احنا هنبتدي نتكلم عن concept and types of research hypotheses. هنا هنفرق ما بين انواع الفرضيات،
وهذه الأنواع المختلفة للفرضيات كل باحث بقى وفق نوع البحث بتاعه هيبتدي ياخد النوع اللي يمشي معاه أو ما يراه مناسبا لهذا البحث. كذلك بنهاية هذا الفصل هتكون حضرتك وحضرتك لديكم القدرة على التعرف على Stages of Research Process، ودي أنا في وجهة نظري المتواضعة دي أحد أهم عوامل النجاح، إن إحنا إزاي هنخش في البحث، وما هي الخطوة الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلى أن نصل إن شاء الله في النهاية ببحث على أعلى مستوى. Drafting the title of the search أو الريسيرش بتاعك، أنا عايز ليه بنقول drafting؟ Drafting لأن أنا ممكن وأنا بشتغل أعدل في هذا العنوان بما لا يخل بمتغيرات البحث، وبالتالي أنا بعمل زي صيغة مبدئية بتكون قوية، بتكون معبرة عن كل متغيرات البحث وعن كل ما يريد الباحث النظر في أثناء عملية البحث. بعد كده you would be able to understand how to write and summarize previous studies من خلال الـ literature review. هنقدر نشوف ازاي، وان شاء الله نتكلم مع بعض هيكون في المحاضرة القادمة، اودي لحضراتكم اسلوب ازاي اقدر اقرا والخص الدراسات السابقة من الـ literature review، طبعا علشان هو ده احد اهم الاساسيات اللي انا ببني عليها البحث بتاعي. كذلك هنشوف ازاي نقدر نعمل الـ problem statement والـ research questions، ودي اجزاء اصيلة جدا في اي بحث يجب أن تكون على أعلى مستوى ومكتوبة بأكبر دقة، وبالتالي نقدر نوصل بالإجابات على هذه الأسئلة Research Questions، نقدر نوصل من خلالها إلى أهداف البحث. تاني، الإجابات الأسئلة اللي عندي بقدر من خلالها أوصل إلى أهداف البحث اللي هي بتكون في الأساس موضوعة لحل مشكلة ما، زي ما قلنا هنوضحها بالتفصيل فيما هو آت وخصوصا في الـ problem statement. فضلا بقى عن آخر حاجة نتكلم فيها أو توصل لكم النهاردة إن شاء الله هي the importance of defining the research method، دي حاجة غاية في الأهمية، إزاي نعمل الـ research method بتاعتنا وإزاي نعمل نستخدمها ونطبقها على أرض الواقع في البحث بتاعنا. وعلشان نقدر نحقق كل اللي فات ده، ففي مجموعة من السكيلز لازم تكون موجودة لدى الباحث في هذه المرحلة، وبالتالي سوف نعمل جاهدين سويا على ان حضراتكم جميعا تكتسبوا skills necessary to formulate the research title، المهارات الواجبة واللازمة علشان نقدر نروح لعنوان البحث ونكتب عنوان بحث مميز، فضلا برضو عن skills اللازمة to define the problem statement، وهنا الموضوع كبير مش صغير ومش سهل. to define the problem statement هنا المصطلح نفسه جواه العديد من المهارات المطلوبة، اللي منها طبعا القدرة على أن يكون لدى الباحث قراءات عديدة ومطلع على العديد من الجوانب للموضوع الذي يريد دراسته، عنده إحساس بأثر المشكلة وإيه هو النتائج الإيجابية اللي هتعود على المجتمع أو على الشركة بتاعته نتيجة حل هذه المشكلة. The ability to formulate research question and hypothesis، والاتنين دول زي ما احنا قلنا من شوية برضو محتاجين نوع من أنواع الاطلاع، أنا إزاي أقدر أعمل research questions وفرضيات أسئلة البحث والفرضيات البحث. هنا الاطلاع على literature review بيفرق كتير، الدراسات السابقة في نفس المجال وفي ذات المجال تقدر تديني فكرة، احنا هنتكلم مع بعض ونقول ايه هي انواع research questions، ازاي اقدر اكتب النوع ده واحد او اتنين او تلاتة، كمان الفرضيات هدي فيها اكتر من نوع، ازاي اكتب فرضيات واحد او اتنين، وهندي امثلة وهنناقش الموضوع، لكن literature review بيساعدني كتير قوي في هذه النقاط جميعا. The ability to formulate the research objectives and the importance of the study، كل دول مربوطين ببعض وعليهم نفس الكلام، سواء كان research objectives
او الهايبوثيسز كويشنز ريسيرش كويشنز او بروبلم ستيتمنت، كل دي كلهم يجب ان يكون مترابطين مع بعض وبيعبروا بشكل كبير جدا على العنوان. ونخلي بالنا ان الريسيرش تايتل هو اللي بيديني الاوردر او الترتيب اللي بمشي عليه تحت. فاذا كنت انا بتكلم عندي متغير بمسك العنوان بتاعي وابتدي اعمل دراساتي على كل جزء من هذا العنوان زي ما هنعرف كمان شويه. ازاي اقرا الليتريتشر ريفيو؟ دي واحده من اهم المهارات اللي لازم تكون عند حضرتك قبل ما تبتدي تشتغل، والا هتلاقي نفسك في بحر كبير جدا من البيانات والمعلومات، ليس من السهل عليك الوصول الى المراد والمبتغى. وبالتالي لما نيجي عند الليتريتشر ريفيو ده هيكون في المحاضره الجايه ان شاء الله، هدي لحضرتك فيها بقى وحضرتك جايد لاينز كده نمشي عليها. لما اخش الليتريتشر بقى وابص في البحث المفروض عيني تروح على ايه واشوف ايه وافهم منه ازاي، ازاي اقدر استخلص منه ما يفيد الدراسه بتاعتي. ولذلك هنرجع بقى كمان ونكمل نشوف الليميتس اوف ذا ستادي، هنعرف يعني ايه ability to generate structure of the research framework، وده كلها خطوات هنتكلم فيها في التفصيل فيما هو آتي. طيب خلينا قبل ما ننتقل للخطوات ولما يحتوي ريسيرش بروبوزل نعرف الاول ايه هو الريسيرش بروبوزل ده، علشان كل الباحثين والباحثات يكون لديهم القدره على تصور ايه هذا، ما هذا الريسيرش بروبوزل، تعريفه ايه بالظبط، عشان يكون عندنا تصور لما سوف نقوم به بانفسنا. فهنا بنقول الريسيرش بلان او ريسيرش بروبوزل از ديفايند از ابرود لاينز، broad lines، خطوط عريضة. الخطوط العريضة دي المفروض أن يسترشد بها الباحث guiding the researcher when conducting his study. يعني أنا بتكلم عندي خط عريض وموضوع كبير أنا هبتدي يعني يديني الفكرة المبدئية والأساسية لهذا البحث. وبالتالي بقى it is a written proposal، الخطوة اللي جاية بقى prepared by the researcher، حضرتك بحثت وجبت موضوع كبير، البروبوزال هيتقدم من خلال الباحث نفسه which reflects، هنعكس بقى هذا البروبوزال، يجب أن يكون لديه القدرة على إيضاح وأن يعكس تصورات الباحث الذهنية عن المشكلة الموجودة. إيه هي المشكلة أساسا الموجودة؟ إيه هي طريقة معالجة المشكلة؟ ازاي هيعالجها الطريقه، وايه هو الحل النهائي اللي ممكن يوصله، او ان الباحث بيتوقع وبيتخيل ان هو يقدر يوصل لهذا الموضوع. ولذلك بنقول عليه which reflects the perception او التصورات الذهنيه، يعني حاجه في دماغ الباحث او فكره في دماغ الباحث او يعني حاجه في دماغ الباحث عايز يعبر عنها او اتجاه الباحث of the researcher about the research problem، ها على مشكلة البحث وهو ازاي هيتعامل معاها and how to address this problem and how to solve it، ازاي هيقدر يحل هذه المشكلة. ولذلك بقى فاحنا بنقول ان خطة البحث بتمثل التصور المستقبلي لطريقة تنفيذ البحث. The research plan represents the future notion of the methodology. أنا بدي لك مجرد تصور لما سوف يكون عليه هذا البحث في الخطوات بتاعته، فضلا عن ان انا هبتدي اخش بقى جوه الطريقة او الميثودولوجي من حيث جمع البيانات طريقة جمع البيانات method of collecting data او data collection the scientific method used الطريقة العلمية التي او المنهج العلمي التي سوف يستخدمه الباحث how to address and analyze the problem كيف يمكن للباحث معالجة المشكلة وتحليلها بالشكل الذي يؤدي في النهاية إلى الوصول إلى أهداف البحث. هذه الأهداف accordingly the research plan represents steps and rules، خطوات حضرتك هتمشي عليها و
قواعد معينة يتم اتباعها that the researcher adhere to during the research process. من أول يوم بتحط لنفسك خطوات وقواعد تلتزم بها كباحث أثناء عملية البحث، وهنا بتكمل أهمية الريسيرش بلان أو ريسيرش بروبوزل. دي بتبقى مهمة جدا إن من داي 1 لما بنيجي نقدم البروبوزل ويشوفوا المشرف بتاعك أو السوبرفايزر يبتدي يقول آه من هذه الورقة أو من هذا البروبوزل أقدر أعرف إيه هو اسم البحث وإيه المشكلة وإيه الفرضيات وإيه الكويشنز وإيه الطريقة وإيه المنهج وإيه آلية جمع البيانات وكل ما يستلزم للمشرف علشان يوافق على البحث، أو قد يكون لديه مجموعة من الملاحظات للتحسين وللتطوير ولإضافة المزيد إلى هذه الخطة. فأصبح هنا بقى من الضروري إلى إن احنا نؤكد على أنه لابد أن يسبق كل بحث علمي خطة بحثية. هذه الخطة يجب أن تكون واضحة بيتم إعدادها من قبل الباحث أو الباحثة، وذلك بمساعدة وإشراف المشرف الأكاديمي زي ما حضراتكم شايفين كده by researcher with a guidelines of the academic supervisor. هنا بتيجي حاجة مهمة لازم نكون كلنا عارفينها، إن كل الباحثين، أنا مش عايز أقول كل عشان التعميم غير يعني مش دقيق جدا، خلينا اقول معظم الباحثين او عدد كبير جدا من الباحثين بيواجهوا صعوبات في اعداد الخطه البحثيه بتاعتهم، وخصوصا لما يكون هؤلاء الباحثون عندهم قدر من الخبرات قليل او يعني نسبيا لسه ما وصلوش للخبره اللي تخليهم يقدروا يكتبوا الريسيرش بروبوزل ايزلي. ولذلك فان هذا الفصل بقى احنا هنبتدي نتكلم the chapter deals with the steps، هنبتدي ناخد بالخطوات خطوة خطوة for preparing the research in detail with examples. وهنا بقى النقطة اللي هتفرق باحث عن الآخر، هنا الـ examples دي إزاي أقدر أطلع أمثلة، هذه الأمثلة تتوافق مع الدراسة بتاعتي، مجال الدراسة بتاعتي، مع المنهج الدراسي، المنهج العلمي اللي أنا هستخدمه، وأقارن هذه الدراسات المشابهة بيا وابتدي أتعلم منها واستفيد منها. ولذلك إحنا بنروح للليتريتشر ريفيو. ليه بنروح؟ عشان نستفيد من الخبرات السابقة ونبتدي إحنا نبني عليها في البحث بتاعنا، ونطلع الجديد من عندنا نضيفه إلى المكتبة البحثية العلمية، ونقدر نحل المشكلة اللي إحنا عاوزينها إن شاء الله. ولذلك هنبتدي ندي مجموعة من النقاط المهمة جدا يجب أن يراعيها الباحث أثناء القيام بأداء عملية البحث، وهي خلي بالك لازم يكون البحث التوبيك الموضوع اللي احنا هنشتغل فيه ان يكون يجب ان يكون مهم ومعاصر ولم تتم معالجته من قبل. يعني ما ينفعش هروح اجيب النقطة دي مهمة عشان فيها شوية confusion بيحصل، يعني اوكي ان انا اشتغل على topic important and contemporary اوكي but it has not been addressed by previous researchers. المطلوب هنا، المقصود هنا ان ما يكونش copy and paste من كل الناس زي بعض، وانما على سبيل المثال انا اقدر اخد دراسة بحثية قدمها فلان الفلاني في اثر كذا على كذا في البنوك، اقدر انا اخدها هي يا بالظبط اثر كذا على كذا، لكن مش هطبق بقى في البنوك، هطبقها مثلا في المؤسسات الخيرية او في اي مجال اخر. يبقى هنا البحث بتاعك مختلف في شيء ما، لكن كلما كان في literature review عن حاجات ليست مشابهة بنسبة 100% ده بيساعدك بكتير جدا انك تستخلص نتائج اقرب الى الدقة والواقعية في البحث بتاعك. رقم 2 بنقول ان البحث يجب ان يكون realistic and convenient، يعني الموضوع لازم يكون واقعي ومقنع، بلاش نتكلم في حاجات غير واقعية او غير مقنعة بشكل يحتاج مننا المجهود الكبير قوي في التفسير. وانا مش هقول ان هو ده to be realistic،
هي دي النقطة الأساسية اللي لازم نكون على دراسة ووعي بها أثناء القيام بالبحث. كذلك لازم نقول أن يكون الباحث ممكن ولديه القدرة الكبيرة من أدوات البحث العلمي، أو يكون لديه قدر كبير ومتمكن من التولز بتاعت البحث العلمي. وفي الحقيقة تولز اوف ساينتفك ريسيرش هي دي اللي انا بحاول اعملها مع حضراتكم من المحاضره اللي فاتت، المحاضره الاولى والمحاضره الثانيه معظمهم بناخد التولز الاساسيه اللي نقدر نعمل بيها بحث علمي، بناخدها فروم اي تو زي، من بدايه ما بنعرفها الى بنعرف كل اداه وهاو تو يوز ات، وازاي استخدم الليتريتشر ريفيو تو سبورت النولج اللي عندي في هذه الأداة والسكيلز اللي عندي في استخدامها. هو ده اللي احنا بنحاول نعمله في المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة دي والمحاضرة اللي جاية كمان بإذن الله تعالى. آخر حاجة أقول لك، إلمام الباحث بالمعارف اللازمة عن موضوع البحث. دي حاجة مهمة، حاجة مهمة جدا. يعني أنا بلاش أتكلم في مجال أنا معرفوش. انا شغلي مثلا في التعليم، خلينا نتكلم عن اثر التكنولوجيا في التعليم مثلا. هنا يعني المجال اللي انا عارفه بيكون اسهل وبيكون في فاميليارتي ما بين الريسيرشر وما بين موضوع البحث نفسه، وبيسهل عليك كتير في الموضوع. وانجاز ليا اضيف نقطه كمان على هذه النقاط، هقول قدره الباحث بقى على ان هو يكمل استكمال موضوع البحث، لأن العديد والعديد من الباحثون والباحثات ابتدوا أبحاث ولم تكن لديهم القدرة على إنهائها كما كان مخططا لها. هنا في عوامل كتير بتتدخل، زي الوقت المتاح لدى الباحث، زي الإمكانيات المادية الفاندنج قد إيه متاح، كذلك رغبات الباحث ودوافعه لإنهاء العمل المكلف به في البحث بتاعه. يبقى إذا فضلنا بقى إن إحنا نلخص كل الكلام اللي قلناه من أول المحاضرة إلى الآن، لازم نخرج بهذه النتائج. التلخيص موجود في الشريحة دي، كل اللي إحنا هنتكلم عليه وكل اللي جاي هو كيف يتم كتابة ريسيرش بروبوزل، بيكون موجود زي ما قدامنا كده. فبتتكون خطة البحث في العادة من مجموعة من العناصر حسب ترتيب ظهورها في البحث، وبنبتدي فيها Research Title أو عنوان البحث. دي أول حاجة بنقابلها. تاني حاجة بنبتدي نعمل Introduction، كمان شوية هنعرف نعملها ازاي بالتفصيل، ثم Research Problem، بعدين بنبتدي بقى نتكلم على أهمية البحث وأهداف البحث، ودي بتكون باراجراف غايه في الاهميه. بعد كده بنروح للريسيرش هايبوثيسز او فروض البحث، ورقم 6 لتريتشر ريفيو، و7 ريسيرش ميثودولوجي، وطريقه منهج البحث هنا بتختلف وفي منهجيات للبحث متعدده في الحقيقه. بعد كده هنعمل حدود البحث او ريسيرش، الريسيرش ليميتيشن هنا بتكون مهمه جدا، لازم نعرف حدودنا ايه المتاح معانا وايه غير المتاح، ايه اللي تشمله الدراسه وما لا تشمله هذه الدراسه. وبعدين التصور العام لهيكل البحث، the general perception of the research structure، هنا الموضوع بيفرق معايا كتير. initial reference list زي ما قلنا من شويه، ان الريفرنس ليست لازم تكون موجوده في البروبوزال بتاع حضراتكم. يبقى الشريحه دي هي كل ما سوف نجده في الريسيرش بروبوزل، وهي دي اللي احنا هنبتدي نتكلم بقى خطوه خطوه، ازاي نعمل الريسيرش تايتل، ازاي نعمل انتروداكشن، هاو تو رايت ريسيرش بروبلم، واحنا ماشيين مع بعض في باقي المحاضرات باذن الله. فاذا انتقلنا بقى للخطوه الاولى ونبتدي نتكلم على عناصر الريسيرش بروبوزل عنصر عنصر بالمزيد من العمق، فنبتدي اول حاجه على حسب ما شفنا من شويه هي ريسيرش تايتل. وفي الحقيقه عفوا، كتابه عنوان البحث
في ناس كتير بتفتكر ان هي سهلة او موضوع بسيط يمكن انجازه في وقت ضيق وبخبرات قليلة، لكن في الحقيقة ده احد اهم المواضيع التي تتطلب من الباحث التفكير الجدي والعميق، تتطلب منه مهارات كبيرة في كيفية صياغة عنوان جيد للبحث. ليه؟ لأن عنوان البحث ده أحد أهم المحددات وبنعتبره عنصر رئيسي لاطلاع الباحثين الآخرين على هذا البحث ولجذب نظر وانتباه كل من هو مهتم بالبحث العلمي إلى هذا البحث. زي ما بنقول كده الجواب بيبان من عنوانه، احنا في البحث العلمي كمان كل بحث بيكون في هذا العنوان، رؤية مبدئية، رؤية مبدئية من القارئ لما قد يجده في هذا البحث. فمن العنوان انا اقدر اعرف ايه المتغيرات بتاعة البحث، ايه الاهداف اللي عايزها الباحث، ايه هو المنهج العلمي اللي قد يستخدمه هذا الباحث، حيث ان العنوان بتاع البحث ده بيكون هذه الرؤية لدى المطلعين، ولذلك فقد يكون العنوان ده أحد أهم العناصر التي يتم من خلالها جذب القراء للبحث. حد هيقول لي طب والقراء دول أنا عايز أجذبهم ليه؟ هو البحث العلمي إذا عملناه وحطيناه في الدرج ومحدش اطلع عليه يبقى بيفقد معناه. هنا قيمة البحث بتاعك ومدى نجاحك فيه هو أن يكون عليه citation، أكبر عدد من السيتيشن أو اقتباسات منه أو اطلاع الباحثين عليه، ويكون عندك تأثير في المجتمع البحثي. ده دليل على نجاح البحث في حل المشكلة وفي الإجراءات اللي قام بيها الباحث. كذلك انت محتاج تقنع المشرف، يعني في الحالة بتاعتنا انت حضرتك محتاج تقنع المشرف الأكاديمي ان العنوان اللي انت مقدمه ده هيكون عنوان قوي لبحث ممتاز. طيب كمان العنوان الغير جيد، العنوان بلاش نقول الغير مكتمل الأركان، ده ما تقدرش تنشره في مجلة علمية او على الأقل في مجلة علمية مميزة. يعني الموضوع هنا هيفرق كتير جدا في تقدير المجلات العلمية وفي ظهور هذا البحث بشكل سلبي على محركات البحث الإلكترونية، زي ما احنا عملنا بنشتغل مع بعض على جوجل سكولر، هنا مش هيطلع عندك وهيحد جدا من عدد الباحثين والقراء اللي بيطلعوا عليه. علشان كده عايزين نحط كريتيريا معينة نقدر من خلالها نقول ان ده بحث يستحوذ على اهتمام الباحثين والقراء وموافقة المشرف الأكاديمي في حالة زي بتاعتنا. فقد تكون هذه الكريتيريا هم في الثلاث نقط دول: research content in a few expressive words، انك انت يتم تلخيص البحث كله في اقل عدد كلمات معبرة عن كل ما يحتوي البحث، وهنشوف مع بعض دلوقتي امثلة ونعرف ازاي. النقطة الثانية، يجب ان يكون للعنوان القدرة على to attract the reader's attention، هنا المطلعين والباحثين والمشرفين لازم نجذب انتباههم من العنوان علشان نفتح ونشوف ايه اللي جواه. وكمان لازم يكون عنوان البحث نفسه مميز في التخصص بتاعك ويكون لديه القدرة. وعلى فكرة النقطة الثالثة دي هي بالطبيعة بتؤدي إلى النقطة الثانية اللي هو attracting the attention of the other readers and researchers. إذن وبعد ما عرضنا إن عنوان البحث الجيد يجب أن يعكس ثلاثة عناصر زي ما ناقشناها، اللي هي تلخيص محتوى البحث وأن يستحوذ البحث، تلخيص محتوى البحث في بضع كلمات معبرة، طبعا دي النقطة الأولى، وبعد كده كنا اتكلمنا على أن يستحوذ البحث على انتباه القارئ وأن تمييز موضوع البحث عن الموضوعات الأخرى في نفس التخصص، إلا أننا بقى كمان هنا بنقدر نضيف نقاط أو تيبس، نقاط مهمة يجب أن يراعيها الباحث وحتى يستطيع الباحث صياغة عنوان للبحث بشكل مميز. فإن هناك مجموعة من النصائح التي يمكن تقديمها للباحث في هذا المجال والتي بلا شك سوف تساعده على تحقيق ذلك الهدف. لو بدأنا بأول نقطة من هذه النقاط وهي simple and attractive، أن يكون البحث طبعا عنوانه بسيطا مختصرا جذابا، فالوظيفة الأساسية لعنوان البحث
زي ما كنا بنتكلم من شوية، هي تقديم ملخص دقيق لمحتوى البحث. يعني أنا أقدر من عنوان البحث أطلع على ملخص يحتوي على محتوى ملخص دقيق لكل محتويات البحث. ومن ثم بقى يجب على الباحث أن يراعي أن يكون هذا العنوان مختصرا، أقل عدد من الكلمات، طبعا كلمات تكون معبرة عن كل محتوى البحث، ويستخدم كلمات بسيطة غير معقدة، ويتجنب من خلال هذا العنوان التفاصيل غير الضرورية التي سوف يطلع عليها القارئ لاحقا داخل البحث نفسه. طبعا ده لا يخفى على الجميع ان العنوان الطويل قد يبدو غير مركز ويأخذ انتباه القارئ بعيد عن جوهر الموضوع، وطبعا دي حاجة احنا مش عايزينها. احنا عايزين نكون simple that and مختصر بسيط جذاب لديه القدرة على جذب كل من يطلع على هذا العنوان. النقطة الثانية اللي بنتكلم فيها using expressive words and keywords، هنا استخدام الكلمات المعبرة عن موضوع البحث بشكل دقيق جدا جدا. فاستخدام الكلمات المفتاحية المعبرة في العنوان بيكون مرتبطة بشكل أساسي بموضوع البحث دون ذكر التفصيلات. حتى احنا نفسنا لما بنيجي نعمل سيرش على محركات البحث العلمية بنحط الكيوردز وهي بتطلع لنا كل الأبحاث التي لها علاقة بهذه الكلمات المفصلية والكيوردز التي من شأنها أن تزيد فرص الظهور في محركات البحث. ومن ثم الفكر في بعض الكلمات المفتاحية هنا لازم يستخدمه الباحث بشكل موضوعي وبشكل يبرز البحث في حال وجود أحد القراء أو أحد الباحثين الآخرين الذي يريد أن يبحث عن ما هو موجود في Literature Review. هنا بعد ما حضراتكم عارفين طبعا بعد ما بيتم الانتهاء من البحث ونشره بينضم مباشرة إلى المكتبة العلمية ويسهم في Literature Review، زي ما كنا بنقول إن البحث بيحل مشكلة ويسهم في التاريخ البحثي أو المعرفة النظرية. النقطة الثالثة is to avoid unnecessary excitement and exaggeration، تجنب استخدام هذه المبالغات غير المفيدة. فلا بد أن يكون هناك عنوانا واقعيا للبحث يبتعد فيه الباحث عن الكلمات الفضفاضة التي تبالغ في تناول الموضوع البحثي والتي هي أقرب لتحقيق صحفي وليس لبحث علمي. خلي بالنا احنا مش بنكتب تحقيق صحفي والمفروض ان احنا نسهب فيه، لكن احنا عندنا بحث علمي لازم يكون فعلا في دقة في استخدام كل لفظ ومعناه والعمق الناتج عنه. Avoid using abbreviation، وطبعا تجنب استخدام الاختصارات والمصطلحات في العنوان، ده شيء مهم جدا. فيجب هنا على الباحث بقى انه ما يستخدمش هذه الاختصارات والمصطلحات وخصوصا غير المعروفة وغير المتداولة في العنوان. طبعا من بعض من كلامي كده ممكن ان احنا نستشف ان هناك بعض المصطلحات اللي بتكون شائعة الاستخدام والناس بتكون على علاقة وثيقة بيها وتعرفها، زي مثلا لما اتكلم على الناتو الـ NATO حلف الناتو طبعا كلنا نعرفه. لما نيجي نتكلم على الايدز AIDS لاختصار صندوق النقل الدولي IMF وهكذا، دي ابريفيشن. مثلا منظمة التجارة العالمية الـ WTO World Trade Organization دي ابريفيشن، بس هي بتكون قليلة جدا مشهورة ومعروفة ونقدر نستخدمها. لكن انا لا احبذ ابدا 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 على الاطلاق ان احنا نستخدم هذه الابريفيشن الا في حالة الضرورة. النقطة الأخيرة هي عدم التسرع في تحديد العنوان الكامل للبحث إلا بعد تحديد مشكلة البحث نفسه. الصياغة هنا صياغة الفرضيات اللازمة له وتحديد المنهج لهذا البحث وهنستخدم منهج إيه وهنعمل إيه، كده الصورة بتكون واضحة أمام الباحث بشكل أكبر. ولذلك أنا كنت بقول قبل كده إن أنا ممكن أعمل تعريف أو عنوان للبحث بشكل مبدئي، وبعد كده هيكون عندي القدرة ان انا اقدر احسن في هذا العنوان في وقت لاحق، واقوم بقى باضافة
مصطلحات أو كلمات تعبر بشكل أفضل عن هذا البحث في العنوان. طيب إذا حبينا بقى نروح مع بعض كده وناخد مجموعة أمثلة من أبحاث تم نشرها بالفعل، يبقى هنا أنا لازم اطلاعي في الريتريتشر ريفيو لما أجي أبحث أشوف الأبحاث المشابهة للبحث بتاعي، إزاي كاتبين العنوان، إزاي العنوان مصاغ، إزاي العنوان شامل لكل ما هو في الدراسة. مش هشرح قوي بالتفصيل مكوناته من جوه غير لما نفهم كل اللي جاي. يعني مثلا عندي هنا العنوان الأول، لو أنا عايز أتكلم في مجال التدريب وأداء العاملين، ها عندي بقى مجموعة من الباحثين عايزين يتكلموا في هذه النقطة، فعندي أثر التدريب في رفع مستوى أداء العاملين، دراسة تطبيقية. هو شوفوا إزاي حط هنا الموضوع، وإن كنت أنا شخصيا يعني أنا ممكن أشيل دراسة تطبيقية كده ويطلع الموضوع صح برضو، على مطاعم الوجبات السريعة. وهنا بقدر من العنوان لو أنا مهتم بمجال التدريب وأثر التدريب على العاملين أنظر فيه، ولو أنا مهتم بالمطاعم بتاعة الوجبات السريعة أقدر أنظر فيها، فدول اسمهم عاملي جذب. هنا أنت بتجذبني لهذا البحث، العنوان بيجذبني لهذا البحث. لو أنا مهتم بالدراسة الدراسات التطبيقية وأشوف الدراسات التطبيقية إزاي يتم عملها وإزاي بيشتغلوا عليها وإلى ما شابه، برضو أقدر أبص هنا. يبقى من هذا العنوان زي ما كنا بنقول من شوية لازم يتوفر في العنوان مجموعة من المعايير، ان منها تلخيص محتوى البحث في بضع كلمات. اهو انا قدرت اشوف ان انا هتكلم على التدريب، وهتكلم على كيفية رفع اداء العاملين، هتكلم كمان على الدراسات التطبيقية، وفضلا عن كده كل ده هتكلم عن مجال الوجبات السريعة. يبقى العنوان اصبح معبر. نخلي بالنا ان احنا لما نيجي نشتغل بعد كده هناخد بنفس ترتيب العنوان، فلما نيجي نروح نعمل introduction مثلا او مقدمة هنتكلم عن التدريب اللي هو اول حاجة في العنوان، ثم تاني حاجة عندي ايه؟ مستوى اداء العاملين، يبقى اداء العاملين. يبقى انا برضو المقدمة بتاعتي زي ما هنتكلم بعد شوية بتاخد بالترتيب، ترتيب ايه؟ ترتيب العنوان، وبعد كده ممكن اتكلم على مطاعم الوجبات السريعة، وهنشوف ازاي نعملها بعد شوية، لكن مهم جدا هذا الترتيب. لو حبيت اتكلم مثلا على الكاستمر ساتسفاكشن، هنا رضاء العاملين او العملاء، سواء كانوا الكاستمر انترنال اند اكسترنال كاستمر ساتسفاكشن، ده اقدر اصيغ العنوان بتاعه في ايه؟ اثر اتخاذ القرارات الاداريه. كلنا كعاملين داخليين او كعملاء اللي بيفرق معانا بشكل كبير جدا هو القرار الذي تتخذه الإدارة أو قرار الذي يتخذه المدير، وكيفية أن يكون هذا القرار له انعكاس على رضائي أنا كعميل أو كموظف عن الشركة بتاعتي أو لا. وبذلك لو حبينا نصيغ عنوان لبحث في هذا المجال هنقول عليه إيه؟ أثر اتخاذ القرارات الإدارية على رضاء العاملين والعملاء، دراسة تطبيقية على قطاع المصارف بالمملكة العربية السعودية. هنا النطاق المكاني بتاع الدراسة مش بس قال لي الاندستري اللي انا هشتغل عليها، ده قال لي كمان المملكة، الدولة، الجيوغرافيكال لوكيشن، حط لي المكان الجغرافي اللي هتكلم عنه. وبالتالي برضو انا لما بعد كده هاجي اشتغل في البحث بتاعي وابتدي اكتب في المقدمة، يبقى اول حاجة هاخدها ايه؟ القرارات، اتخاذ القرارات الإدارية، وبعد كده رضاء العاملين والعملاء، بعد كده هتكلم عن قطاع المصارف، لازم أدي في المقدمة بتاعتي عن ده وده وده وده، وبعد كده بخش لمحتويات البحث. خلونا نشوف مثال كمان، مجموعة كمان من الأمثلة. لو شفنا المثال اللي بعد كده اللي بيقول كفاءة الأسواق المالية وإمكانية التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، من العنوان اهو ابقى انا عارف ان انا هتكلم على الفاينانشال ماركت افشنسي، وقد ايه هذه الكفاءة بتؤدي الى تكامل هذه الخدمات التي تقدمها الاسواق المالية،
وفضلا عن كده كمان العنوان بيتكلم عن ايه هي الامكانيات اللي تخلينا نربط الاسواق الماليه ببعضها في اسواق الخليج. هنا انا كباحث او كقارئ بقى مهتم بهذا المجال اقدر ادخل واشوف الكاتب او الباحث عمل ايه بالظبط في هذا البحث. ناخد عنوان اخر ونقول اثر خصائص الوظيفه على الالتزام التنظيمي للعاملين. يبقى انا عندي اول عنصر اهو خصائص الوظيفه. ايه هي خصائص الوظيفه دي؟ هنعمل لها literature review ونطلع ونعرف ايه بالظبط المطلوب منها، والالتزام العاملين نشوف الابحاث التي تتكلم على التزام العاملين والemployees commitment، ونقدر نشوف مدى اثر خصائص الوظيفه او متطلبات هذه الوظيفه على الالتزام بتاع العاملين اللي فيها. هل لما الخصائص بتتغير بيتغير مستوى الالتزام؟ هل العكس؟ وبعدين لازم هنا باقي البحث بيتكلم عن القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية. أنا ممكن أخد نفس الموضوع كده وأعمله على القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، ممكن أخد على القطاع الحكومي في مملكة البحرين وإلى ما شابه. رقم ثلاثة، حد ثالث بيشتغل في الجودة فعايز يشوف أثر جودة لجان المراجعة على مستوى الإفصاح الاختياري بالشركات المساهمة السعودية. يبقى هنا أنا بقيس أثر حاجة على حاجة، وبالتالي إحنا هنعرف من المناهج بتاعة البحث بتاعنا إزاي نقدر نعمل الحاجات دي. عشان كده أنا بقول العنوان مهم، العنوان من الأساسيات اللي لازم نبتدي عليها، لكن إحنا لازم نكون ملمين الأول بالمناهج و الصورة كاملة، وبعدين نبتدي نرجع نكتب تاني بقى العنوان بشكل أكثر دقة. لو خدنا نماذج من الدراسات الأجنبية، The effect of brand marketing on brand equity by application on the Egyptian business faculties. وهنا عايزين بقى نشوف ايه هو البراند ماركتينج، وعايزين نشوف البراند ايكويتي، الاثنين دول مع بعض، وهنطبقهم على نشوف التأثير بتاع البراند ماركتينج على البراند ايكويتي، والتطبيق هيكون على كليات البيزنس في مصر، ممكن نعملها على كليات البيزنس في المملكه، ممكن نعملها على اماكن مختلفه او منظمات مختلفه. Investigating performance، آخر واحد عندنا رقم خمسة، Investigating performance outcome. يبقى أنا عايز ال performance outcome، ه investigate هنا إن أنا عايز أتحرى وأشوف إيه اللي هيحصل. Under institution pressure and environmental، institution pressure and environmental orientation، ده لازم أبحث عنه، إيه هو ال institution pressure وال environmental orientation. Motivated green supply chain براكتسز، فالبحث ده طبعا متعلق بالجرين سبلاي تشين، بيتكلم عنها وعايز يعرف المؤسسات هل بتحافظ على امتدادات سلاسل الامداد بطريقه الجرين سبلاي تشين، حتى وهم يعملوا تحت الضغط ومراعاه لظروف المجتمع المحيطه او بيئه الاعمال المحيطه. اتمنى تكون العناوين دي بتدي، وانا اؤكد لسه احنا لسه ما لما نخلص محاضره النهارده والمحاضره بتاعت بكره يبتدي لينا، خصوصا المحاضره القادمه ان شاء الله كمان هيبتدي لينا يطلع عندنا مجموعه كبيره جدا من الافكار، ازاي اكتب العنوان بتاع البحث، وبذلك بعد المحاضره الجايه ممكن اطور واحسن واظبط فيه وفق المجال اللي انا عايز اعمل فيه البحث بتاعي. بكده نقدر نكون اتنقلنا للخطوة التانية اللي هي الانترودكشن، وطبعا لازم نكون عارفين زي ما كان موجود عندنا في الشريحة فوق احنا اتكلمنا عليها، اول حاجة كان عندي عنوان البحث، تاني حاجة هي مقدمة البحث، والتالتة كانت تالت خطوة هي مشكلة البحث. طبعا بعد شوية حضراتكم تكونوا ملمين بالاشياء دي، ولازم تكونوا عارفينها بشكل متكامل زي ما اتفقنا قبل كده. لو اتنقلنا للخطوة التانية وهي مشكلة البحث، بنقول ان الخطوة دي الغرض الاساسي بتاعها هو اعطاء خلفية عامة حول مشكلة البحث. The research proposal is to give a general background about the research problem، علشان اقدر من خلال هذه المقدمة ومن خلال هذه الخلفية اعرف ايه البحث هيتكلم عليه بالظبط، وهتمشي اجراءاته
ازاي؟ زي ما قلنا من شوية في العناوين اللي فاتت، بترتيب عنوان البحث بقدر ادي المعلومات التالية. واحد، General introduction to the phenomena to be studied، يعني معلومة أو مقدمة عامة عن الظاهرة، جمل عامة، جمل broad، واسعة، بتتكلم عن التدريب بشكل عام. بعد كده بروح على طول لتاني حاجة، إن أنا لازم يكون لدي القدرة في هذه المقدمة على إبراز دوافع الباحث لتناول موضوع البحث، وده إحنا هنعرض مع بعض أبحاث وهنفتحها ونشوف إيه الدافع بتاع هذا الباحث، ونعرف إزاي هو عمل البرود ستيتمنت، وإزاي هو عمل جنرال انترودكشن، وإزاي قدر يحقق الهايلايتس دي أو إبراز الدوافع بتاعته. رقم ثلاثة، هيكون في وصف موجز brief description للقضايا والمشكلات الرئيسية والفرعية التي سوف يتناولها هذا البحث. علشان كده ال brief description of the issues and sub problems أو sub issues اللي موجودة في البحث يجب أن يتم توضيحها في المقدمة. طيب رقم أربعة، ومن مميزات برضو أو مما يجب أن تحتوي عليه هذه المقدمة، هي the statement of relevance of the topic، أو بيان صلة موضوع ومشكلة البحث بالموضوع العام لهذا العلم الذي يجري البحث في محيطه. يعني أنا لما باجي أبحث في لو أنا هتكلم على حاجة في الإدارة أو في التدريب، لازم أقول في جملتين واضحين أو في جملة واضحة إيه علاقة التدريب بالإدارة كساينس أو كعلم. يعني لو رحنا للخطوة الثالثة وهي research problem، ودي واحدة من الحاجات المهمة جدا، ان to find the issue، دي it's a big issue بابدوية يعني، وبنقول عليها ده research problem، هو a general question followed by a set of sub questions، سؤال كبير، تساؤل كبير، وبتنبع منه العديد من التساؤلات الفرعية التي توضح الجوانب المختلفة للدراسة. وطبعا بعد المقدمة في خطة البحث اللي بيستعرض فيها الباحث الظواهر العامة التي دعته للإحساس بوجود مشكلة بحثية، بيحتاج بقى إلى مزيد من الدراسة والبحث اللي بيقوم فيها في الجزء الثاني من الخطة بصياغة مشكلة بحثية وتساؤلات بشكل دقيق. هذه التساؤلات وهذه الصياغة يجب أن تكون واضحة وليها أصالتها مختلفة عن الدراسات السابقة التي تم عملها في نفس المجال. طبعا بتعرف مشكلة البحث طبعا بأنها يعني إيه، بتبقى أحد الظواهر الغامضة زي ما هنشوف دلوقتي. بس قبل ما أروح لتعريف مشكلة البحث، في حاجات كده لازم نتجنبها لما نيجي نعمل البروبلم ستيتمنت. لازم نتجنب في البروبلم ستيتمنت ان احنا تو جو برود، ان احنا نروح على مشكلة عامة وعريضة المجال، نتكلم على مجال واسع جدا، فما نقدرش نطلع منه ايشوز معينة. لكن كل ما بيكون المشكلة اقل شوية في الحجم وفي المستوى، ده بيساعد على سهولة الوصول الى المين كوتشن او المين ايشو والسب ايشوز السب كوتشنز الموجودة في هذا الموضوع. كذلك من ضمن الأخطاء الشائعة، ودي أنا قصدت أحطها هنا علشان في المرحلة بتاعتنا دي تكون مهمة، هو التسرع في إن أنا أختار المشكلة البحثية. أنا في المرحلة دي أنا عايز أخلص، عايز أحط بسرعة، عايز أعمل بسرعة. هذا التسرع في النهاية بيؤدي إلى إن الباحث بياخد أول مشكلة تيجي في دماغه ويحطها على الورق، وبالتالي لأ، الموضوع محتاج تفكير، الموضوع محتاج تركيز، لأنه بياخد كل اللي هتحطه دلوقتي في العنوان هو ما سوف تقوم به في الأيام القادمة. كذلك الارتباط والتمسك بمشكلة محددة، يعني مشكلة واحدة، يعني إذا كانت الدنيا كلها مشاكل فأنت بتاخد أول مشكلة تيجي في دماغك وما تفكرش إلا في هي بس. لا لا لا، إحنا ممكن لو فكرت في المجال هتلاقي فيه، أي مجال هتلاقي فيه مشاكل. لو فكرت في الـ في الـ في الـ في الـ الاي تي مثلا هتلاقي عندهم مشاكل في الامن السيبراني، لو فكرت في الاداره هتلاقي عندنا مشكله في اتخاذ القرارات، لو فكرت في
الموظفين هتلاقي في مشكلة في التايم مانجمنت. يعني لازم تفكر، ما تقفش عند مشكلة واحدة وتقول هي دي وهتاخدها، لازم تكون تتنوع. وهنا بقى فريق العمل بيكون ليه قدرة كبيرة وعلى خلق المزيد من الأفكار. طبعا كمان في حاجة، التردد وعدم الثقة في اختيار الموضوع ومشكلة بحثية، ده بيضيع وقت كبير جدا. وفضلا عن ان عدم وضوح صياغة مشكلة البحث بيحط الباحث لاحقا في مشكلات كبيرة هو في غنى عنها، وبالتالي مشكلة البحث برضو احد اهم العوامل التي يجب ان يتم اختيارها او صياغتها والتفكير فيها والوصول اليها بمنتهى الدقة. طب لو جه حد بقى سألني وقال لي هو ليه احنا لازم نعمل research problem؟ ليه لازم يكون عندنا، ايه الفايدة من تحديد المشكلة بشكل واضح ودقيق؟ ايه الفايدة اللي هتعود عليا من كده؟ اقول لك ان اول حاجة خلي بالك، ده بيعمل توجيه لمسار البحث نفسه وبيحرمه من اي deviation او بيمنع عنه اي deviation عن تحقيق أهدافه. كذلك ده بيكون توضيح للأهمية العلمية والعملية للموضوع محل الدراسة. إزاي؟ أنا من خلال هذه الستيتمنت أو الريسيرش بروبلم بقدر أثبت علميا وعمليا صحة الدراسة بتاعتي أو إنها قد تفيد في هذا المجال. كذلك التحديد الدقيق للريسيرش بروبلم يساعد الباحث في صياغة فروض الدراسة بشكل جيد، وهنا الفروض هتجينا بعد شوية ونقدر نشرحها بالتفصيل، لكن صياغة هذه الفروض بتيجي بشكل أساسي أو بتساعدها بشكل كبير جدا الـ problem statement اللي بتكون موجودة في البحث. عندي كمان بتساعد الباحث في وضع حدود موضوعية للموضوع بتاعه وزمنية ومكانية، فين الموضوع بتاعك هتتكلم في ايه وامتى الفترة الزمنية اللي انت بتتكلم فيها. كذلك ايه المكان، انا هعمل البحث بتاعي فين، في المملكة العربية السعودية ولا في البحرين ولا في مصر ولا فين. وبالتالي هنا الـ problem statement بيكون ليها عامل مهم جدا في تكوين كل هذه النقاط، ولذلك بتكتسب أهمية كبيرة جدا في البحث بتاعنا. هو بس علشان الكلمة بتاعت بتكتسب أهمية كبيرة، كل هذه النقاط لا يمكن تجاهل أي منها، ولا يمكن تجاهل أهمية أي من هذه النقاط، سواء الـ research title أو الـ introduction أو حتى research problem ولا الـ hypothesis ولا كل اللي هيجي بعد كده. كلها نقاط يجب أن يتم مراعاتها بمنتهى الدقة. ولذلك أنا بقول إن كل طالب وكل باحث يجب عليه أن يكون ملماً إلماماً كاملاً بمراحل البحث العلمي وبمكونات البحث العلمي، ومن ثم يبتدي بقى go deep inside في كل نقطة منها، how to write, how to formulate, how to use، علشان نقدر نوصل بالشكل الناجح والشكل المظبوط في النهاية. طيب يعني انا دلوقتي ممكن يجي حد يقول لي الله، يعني هو انا ممكن اختار المجال وبعد كده اقعد ابص فيه فين المشاكل، هو ولا انا بختار بلاحظ مشكلة وبلاقي مشكلة قدامي وابتدي ادرسها، ايا كان من الطريقتين فدي او دي بتكون طريقة بتختلف من باحث لباحث، من مدرسة بحثية الى مدرسة بحثية. وبالتالي هنا احنا عندنا اختيارات بنقدر نقوم منها. يعني يجي حد يقول لي طب اقدر منين اوصل لموضوع بحثي، ايه هي الريسورسز او السورسز فور سيلكتنج ذا ريسيرش بوينت. فواحده من اشهر هذه المجالات بنقول عليها بيئه العمل المحيطه والخبره، ورك انفايرمنت اند ورك اكسبيرينس، دول بيكونوا مهمين جدا. فبعض المشكلات البحثيه بتطلع للباحثين والباحثات من خلال خبرته العمليه اليوميه. يوميا بيكون في خبرات وتجارب بتثير اهتمام الباحث وتبتدي تطلع عنده تساؤلات عن بعض الامور ما بيلاقيش ليها تفسير، وده بيعكس ان في مشكله فعلا مطروحه قد تكون مصدر لبحث علمي. فمثال مثلا، لو انا حبيت ادي مثال على هذا الموضوع، موظف في قسم خدمه العملاء
يستطيع من خلال خبرته أن يشعر أن هناك مشكلة ما تؤثر على رضا العملاء على خدمة ما بعد البيع. ها، من بيئة العمل أهو، أنا راجل بشتغل في خدمة العملاء وابتديت أحس لأ في مشكلة، إحنا مش قادرين نعمل خدمة ما بعد البيع على الشكل الأمثل، ومن ثم قد تكون هذه الحالة مصدر لموضوع بحثي قد يستدعي انتباه الباحث لدراسته والتعرف على العوامل اللي ممكن تأثر سلبا على الكاستمر ديساتسفاكشن. فدي نقطة مهمة أنا جبتها من بيئة العمل. قد يكون هناك أستاذ جامعي لاحظ مثلا، لاحظت إن في انخفاض في مستوى درجات في مقرر الرياضة بشكل كبير في الكلية كلها، ده في النهاية بيؤدي إلى إن في مشكلة، بيوحي إن في مشكلة بحثية نقدر، أو في مشكلة على أرض الواقع نقدر من خلالها نعمل بحث عشان نعرف إيه هي أسباب انتشار الضعف في الرياضيات في الجامعة أو في هذا المجال. المكان الثاني أو الريسورس الثاني أو السورس الثاني هو القراءات. حضرتك وايد readings دي حاجة مهمة جدا لأي باحث، لا يمكن على الإطلاق لأي باحث أن يقوم بالتغطية شاملة دون أن يكون مطلعا، فالقراءة الواسعة والناقضة لما تحتوي الصحف حتى، يعني حتى الصحف واللي بتعرضه وسائل الإعلام والأفكار والآراء والقضايا دي قد تثير بعض التساؤلات عند الباحثين والباحثات، يبتدوا يفكروا إزاي يدرسوها وإزاي تستخلصوا منها حلول لهذه المشاكل. أحد أهم الطرق هي الليتريتشر ريفيو أو البريفيس ستاديز، الاثنين دول أو هما ده الليتريتشر ريفيو ده بيكون المصدر أو أحد المصادر الرئيسية، وده أكبرهم على الإطلاق لفكرة الأبحاث. وعادة ما يقدم الباحثون في نهاية أبحاثهم كل واحد زي ما حضراتكم هتعملوا كده توصيات محددة لمعالجة مشكلة ما أو مجموعة من المشكلات بتكون ظهرت أثناء إجراء البحث بتاعه، ده يدفع زملائهم من الباحثين وفي التفكير إلى في محاولة لحلول هذه المشكلات. يبقى إذا في نهاية كل بحث، ودي ما تخرج عليه الدراسة بتاعت اي حد لما نيجي عند الليترشر ريفيو نقولها، دي حاجه مهمه جدا لازم ابقى عارف الباحثين قالوا ايه وحطوا ايديهم على ايه وعملوا ريكومنديشن عشان احنا نبحث في ايه. فقد يكون موضوع البحث قائما على احد هذه المشكلات اللي طلعت في بحث من الزملاء. لو رحنا بعد كده، على فكره احنا لسه هنتكلم على الدراسات السابقه بشكل تفصيلي اكتر من كده بكتير. كذلك قد يكون البحث العلمي قائم على طلب من جهه ما او مؤسسه ما. فانا يعني افتكر كويس ان كان نتفليكس والشركات الامريكيه والاوروبيه دائما وابدا تلجا الى الجامعات في عمل ما يسمى بدراسة حالة يقدم فيها الطلاب أفكارا وحلولا مبتكرة لمشكلتهم. هنا ده assigned by someone، الشركة بتكلف حضرتك بحاجة أو بتدي مشروع بحثي للجامعة والجامعة تبتدي تشتغل عليها، ودي طبعا بتكون لحل مشكلة أو مشكلات هذه الشركات. أما بقى إذا تحدثنا عن معايير اختيار موضوعات البحث أو الموضوعات البحثية، ولازم نفرق هنا ما بين الموضوعات البحثية أو المعايير اختيار الموضوعات اللي هنتكلم عليها دلوقتي والشريحة اللي فاتت كنا بنتكلم فيها على مصادر الحصول على نقاط بحثية. فالمعايير قد تتعدد عندي مجموعة كبيرة من المصادر، ممكن يكون عندي كل المصادر موجودة، عندي الخبرة وعندي القراءة ويكون عندي دراسات سابقة، لكن أنا بقى إيه المعايير اللي أنا هاخدها علشان أبتدي أنطلق منها؟ رقم واحد بنقول عليها الريسيرشرز انترست او اهتمام الباحث بالموضوع والمجال محل البحث. فضلا عن ان هذا شيء مهم، فان اهتمام الباحث دائما وابدا كلنا بنتوجه ولنا ميول معينة لما بنشتغل فيها بيكون عندنا انتاجية اكبر واحسن. scientific value of the research، وعندي هنا القيمة العلمية لمجال وموضوع البحث، بمعنى أن يكون موضوع البحث ده دلالة بحث دلالة بحيث يدور حول موضوع مهم
يكون ليه فايدة علمية وعملية أو اجتماعية. كذلك هنتكلم في النقطة الثالثة Innovative Research، أن يكون موضوعاً بحثياً مبتكراً، بمعنى أن يضيف موضوع البحث إلى المعرفة في هذا التخصص، ودائماً وأبداً لازم الحتة دي نخلي بالنا منها، أن الإضافة إلى المعرفة والنظرية في مجال البحث وتطبيقه حاجة في غاية الأهمية، وكلما ارتفعت الدرجة العلمية المرتبطة بالبحث، يعني ماجستير ودكتوراه وإلى ما شابه، كانت الأصالة في موضوع البحث أمراً مهماً للغاية يجب ألا نتجاهله. بعد كده هنروح على إمكانية إنجاز البحث في الوقت المتاح لي. دي حاجة مهمة جدا من ضمن برضو المعايير اللي ممكن ناخدها في دماغنا، لأنها بترتبط بشكل كبير بالتايم ليميتس والفاندينج المتاح لهذا البحث، فضلا عن توافق مع الجهة المانحة للدرجة العلمية. فلو حضرتك بتعمل رسالة في الجامعة، الجامعة بتدي لك كريتيريا معينة تقدر تنطلق من خلالها أو تقدر تمشي فيها من خلال معايير الجامعة نفسها. Availability of data، خلي بالك المكان أو المجال اللي هتدخله مفيش فيه داتا، أنت هتتعب فيه أكتر من اللي فيه داتا كتيرة موجودة، فهنا مدى توافر البيانات بيكون أحد أهم العناصر أو الوسائل اللي من خلالها أقدر أختار ما بين أكتر من topic. من ضمن الأشياء برضو ألا يتعارض هذا البحث مع الـ National Security والـ National Interest. في أبحاث طبعا هنا بنتكلم على أنواع من الأبحاث الخطرة اللي بتتكلم جراثيم وإلى ما شابه ونيوكلير ومش عارف إيه، حاجات كده بيكون ليها مخاطر عن الأمن القومي، وهنا بنخلي بالنا منها ليها restrictions معينة. عدم تعارضها مع المعايير الأخلاقية، هذه الأبحاث يجب ألا تتعارض والمواضيع مع الإيثيكال ستاندردز فور ساينتفك ريسيرش. أما بعد ما تكلمنا عن معايير اختيار موضوع البحث، فلازم مباشرة هنا نتنقل لحاجة تانية لا تقل أهمية أبدا، وهي صياغة تساؤلات صياغة مشكلة وتساؤلات البحث. يعني إزاي أقدر أصيغ التساؤلات والمشكلة نفسها، إزاي بأنهي طريقة أقدر أستخدمها عشان أوضح هذا المفهوم. فهنا لازم نقول إن بعد استقرار الباحث على موضوع بحثي جيد يراعى فيه كل الخصائص اللي ذكرناها سابقا، بيقوم بقى هنا الباحث بصياغة مشكلة بحثية ويقوم بتوضيح جوانبها المختلفة. طب هل احنا عندنا نوع واحد او طريقة واحدة نقدر نعمل بيها الكلام ده؟ لا، هيكون عندنا اكتر من طريقة، وعادة لا توجد صورة واحدة هي المثلى اللي نقدر نقول عليها دي الطريقة المثلى، ولكن هناك عدة طرق شائعة يمكن استخدامها، ونقدر نستشف ده من الأدبيات البحث العلمي ومن Literature Review. أنا عايز أأكد، شوف احنا كم مرة بنقول Literature Review في المحاضرة دي، سواء قلناها أو لسه هنقولها، وده تأكيدا على أهمية الأدبيات البحث العلمي. طبعا كمان عايزين نقول ان الباحث لازم يختار الصورة المناسبة لصياغة المشكلة البحثية، مستعينا بالابحاث المشابهة والمشرف الاكاديمي والخبراء في هذا المجال، ويعتبر تحديد المصطلحات الخاصة بالمشكلة البحثية وتحديد المتغيرات بتاعتها المرتبطة بالمشكلة احد اهم النقاط الجوهرية في صياغة مشكلة البحث. يبقى انا لازم هنا يكون عندي ترابط ما بين كل هذه النقاط. لو حبينا نتكلم ونقول انه يجب ان تكون المصطلحات والمتغيرات محددة بشكل دقيق، بحيث لا تكون موسعة او متعددة الجوانب، ما تكونش كتيرة التفاصيل، او ما تكونش كمان ضيقة للغاية علشان ما تصعبش فهم المقصود منها بدقة ووضوح للمتلقي أو للقارئ أو للباحثين الآخرين. كما أن استخدام مصطلحات عامة وغير محددة في الصياغة بتكون في المشكلة البحث بتؤدي في النهاية
الى غموض المشكلة وعدم وضوح ابعادها بشكل دقيق. يبقى ولا تستخدم كلام كبير ولا كلام قليل علشان ابعاد المشكلة تكون واضحة بشكل كافي. هنا بنقول انه يجب على الباحث كمان ان يحدد بدقة ما الذي يريد دراسته، ايه هو المجال الدقيق للمشكلة بتاعته، ودي بتتمثل الصورة الأكثر استخداما لصياغة مشكلة البحث في العبارات الخبرية والتساؤلات البحثية. علشان كده بنقول الديكليريتيف فورم بتتكون من جملة خبرية واحدة بنقدر من خلالها نعبر عن المشكلة بهذه الجملة الخبرية. زي مثلا ما اجي اقول لحضراتكم المثال اللي موجود قدامنا ده، ان المشكلة البحثية في وجود قصور، بتتمثل المشكلة البحثية في وجود قصور في مجال تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي في جمهورية مصر العربية. Declarative statement: The research problem is that there is a shortcoming in the field of manpower planning in the government sector in the Arab Republic of Egypt. ممكن ندي مثال كمان، يعني لما اجي اقول لحضرتك مثلا ايه، وجود معوقات تواجه تطبيق نظم المعلومات الإدارية في القطاع الحكومي وتؤثر سلبا على العملية الإدارية. انا بدي لك جملة خبرية ان في معوقات، عايزين من خلال البحث بتاعنا نشوف اثر هذه المعوقات ونشوف هي ايه بالظبط المعوقات دي. اما اذا انتقلنا لنوع اخر من الصياغات فبنقول عليها الصياغة الاستفهامية. وهذه الصياغة الاستفهامية بتتم صياغة المشكلة فيها بصيغة في صورة مجموعة من التساؤلات أو في صورة تساؤل عام يندرج منه عدة تساؤلات فرعية. هذه التساؤلات الفرعية بتحدد الجوانب المختلفة للمشكلة البحثية، وصياغة البحث في صورة استفهامية دي بالذات بتبرر بوضوح جدا العلاقة بين المتغيرات الأساسية في الدراسة. هنا العلاقة بيكون ليها أسباب، والسؤال بيؤدي في إجابته على توضيح هذه الأسباب، كما أن الإجابة على هذه التساؤلات بتوضح الغرض من البحث ومن ثم تساعد في تحديد أهداف الدراسة. طب لما نيجي ناخد مثال هنقول إلى أي مدى، أهو ده سؤال عام أهو وكبير، إلى أي مدى تسهم الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء موظفي أي حاجة بقى جهة أنا عايزها أو أي مكان أنا عايزه. ونخلي بالنا إن هنا ده السؤال الكبير، إحنا بنقول فوق في التعريف The problem is formulated in a set of questions or in the form of the general question. هو ده الجنرال question، إلى أي مدى تسهم الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء موظفي أي مكان. طيب لو أنا حبيت مثلا ناخد عدة أمثلة، فهنقول إن كان في دراسة قام بها الدكتور الكردي في 2012 بعنوان أثر خصائص الوظيفة على الالتزام التنظيمي للعاملين في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية. هقولها تاني، أثر خصائص الوظيفة على الالتزام التنظيمي للعاملين في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية. ومن هذا العنوان قام بصياغة مشكلة البحث في التساؤلات التالية. رقم واحد، الباحث اللي هو الكردي هنا قال هل هناك تأثير لخصائص الوظيفة على الالتزام الوظيفي للعاملين في القطاع الحكومي؟ رقم اتنين، ما هي مستويات خصائص الوظيفة والالتزام الوظيفي للعاملين في الأجهزة الحكومية؟ يعني احنا هنقدر بقى كمان ندي مجموعة من الأمثلة مع بعض هتكون مفيدة بشكل كبير جدا في تكوين صورة واضحة عن كيفية استخدام هذه الطريقة. لكن انا عايز اركز هنا على السؤال الجنرال، الى اي مدى اللي موجود قدامي دلوقتي في الشاشة، إلى أي مدى تسهم الحوافز المادية والمعنوية؟ طب لو لاحظنا كده هلاقي عندي question أو general question و sub questions.
ازاي اقدر اطلع من هذا السؤال sub questions؟ دي مهمة جدا، لازم كلنا نكون واخدين بالنا منها وعارفين ازاي اقدر اعملها. من السؤال الاصلي الحوافز المادية والمعنوية، يبقى هو هنا كده قسم لي الموضوع الى اتنين، فاقدر اقول ما هي الحوافز المادية اصلا اللي بتتقدم للعاملين، وكمان اقدر اسأل على اثر الحوافز المادية، فقد يكون هناك اكثر من نوع من الحوافز المادية، اللي منها مثلا زيادة الراتب، او اللي منها مثلا يكون مكافأة مادية، ادي نوعين اهم. فلما اقول لك ايه هي انواع الحوافز المادية يبقى كده او كده. طيب لما اقول لك ما هو الاثر بقى بتاعها، ها هنا بقى في اثر، هل الاثر بتاع الحوافز المادية سواء زيادة الراتب هي هيها بالظبط زي الاثر بتاع الحافز المادي لما يكون في صورة مكافأة ولا يختلف؟ برضه هرجع اقول نفس الكلام على الحوافز المعنوية، وخلينا نشوف الكلام ده في الشريحة القادمة. زي ما احنا شايفين لما كان السؤال بيتكلم وقسمناه الى حوافز مادية وحوافز معنوية، جينا بقى وسألنا على كل نوع من هذه الانواع على حاجتين، ايه هي نوعها؟ والنوع الحافز نفسه المادي ده هل هو حاجة واحدة ولا اتنين ولا تلات انواع ولا اربع انواع، وما هو تأثير كل نوع منه. وبالتالي لما هروح على الحافز المعنوي برضه هقول ما هي الحوافز المعنوية التي تقدم للعاملين. فالحافز المعنوي ده قد يكون recognition في العمل، قد يكون مثلا اي نوع من انواع الحوافز المعنوية، فلازم اعددها، اعرف الاول ما هي 1 2 3 4، بعد كده اقول what is the effect of the moral incentive on improving the performance of employees of the Ministry of Education and Sultan of Oman. ها خلاص عددناهم، طب ايه التأثير بتاعها؟ وعلى فكرة يعني انا هنا من هذا العنوان اقدر اشوف واقدر اقارن عدد الحوافز المادية قد ايه، عدد طبعا بالاجابة على هذه الاسئلة وعلى بالاجابة على السب كويشنز اقدر اشوف دي عددها قد ايه، وعدد الحوافز المعنوية قد ايه، كذلك اقدر يكون عندي تصور عن تأثير كل حافز على العاملين. ونخلي بالنا ان الشركات بتكون يعني ناس كتير جدا بتتكلم وابحاث كتير جدا بتثبت ان الحوافز المادية بيكون ليها مفعول السحر على العاملين، لكن برضو ده بيتوقف على نوع العاملين والاندستري اللي بيشتغلوا فيها. يعني لو حد بيشتغل في مراكز الابحاث صحيح الاموال والمكافآت المادية بالنسبة لهم بتكون كويسة، لكن بيكون السبق بقى العلمي او الاكتشاف العلمي في حد ذاته اللي بيتكتب باسم هذا الباحث بيكون ليه مفعول السحر، خصوصا في هذا المجال وبعض المجالات اللي بتتعلق بالعلوم التي تفيد الإنسانية والبشرية. يبقى إذن كده أصبح بالنسبة لي الموضوع واضح إن عندي general question وعندي مجموعة تانية من sub questions، هي دي اللي بتوريني الصياغة بتاعة research problem. وحتى تتضح الصورة وتكون أكثر وضوحاً نحط السؤال المحوري والسؤال والتساؤلات الفرعية مع بعض في شريحة واحدة، نقدر نشوف فيجوال كمان واحنا بنسمع يؤثر فينا بشكل أكبر ونخلينا نستوعب الموضوع بشكل أكتر. نعيدها تاني لأنها مهمة. السؤال المحوري هو سؤال عام general question بيتسأل إلى أي مدى تسهم الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء موظفي وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان؟ هنا ده بنقول عليه الـ General Question، اللي ممكن يطلع منه Sub Questions زي ما هي أهم الحوافز المادية التي تقدم للعاملين زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، وبعد ما نعددها الإجابة طبعا بتاعت هذا السؤال هنعدد 1 2 3 4. أما الحوافز المادية
بعد ما بنعددها نشوف الأثر بتاع هذه الحوافز في تحسين أداء العاملين. لو لاحظنا كده السؤالين دول هما الاتنين مع بعض يجاوبوا على نص السؤال اللي فوق، السؤال المحوري الجنرال كويتشن، هنا هنجاوب على الجانب المادي فقط. طيب وماذا عن الجانب المعنوي؟ هنقول عليه نفس الكلام، ما هي الحوافز المعنوية؟ وبعد ما نعدد هذه الحوافز المعنوية نرجع نشوف الأثر بتاعها من خلال الإجابة على هذا السؤال، ونلاحظ كده مع بعض إن الريسيرش بروبلمز والسؤال بتاع الريسيرش كويتشن هنا بيكون هام جدا وبيحتاج مني إن أنا أركز في صياغة هذا السؤال عشان أقدر أوصل للمشكلة الرئيسية. خلي بالكم يا جماعة، في مشكلة وفي أعراض لهذه المشكلة. أنا مش عايز أركز على الأعراض وأسيب المشكلة الأساسية نفسها. المحور الرابع اللي هنتكلم عليه النهاردة في محاضرتنا هو الـ Objectives والـ Importance of the Research، وهنا أهمية البحث وأهدافه بنعتبرها من النقاط برضو المهمة جدا. زي ما قلنا يا جماعة مفيش عندنا أي عنوان أو أي topic مش مهم، كلهم بيكونوا ماشيين مع بعض في مستوى واحد من الأهمية ومستوى واحد من ضرورة دقة العمل عليهم مع بعض. فهناك خطأ شائع بين بعض الباحثين خصوصا لما تكون الخبرات مش كبيرة، بيتمثل في الخلط ما بين أهداف البحث وأهميتها، لأن هنا في فرق. فالأهداف دي تجيب عن سؤال البحث لنفسه هو، لماذا يجري هذا البحث؟ ليه أنا بعمل هذا البحث؟ دي من الأهداف، أي توضح ما يسعى الباحث إلى الوصول إليه من خلال إجراء بحثه. أما الأهمية أو أما أهمية البحث فتعبر عما يضيف هذا البحث من معرفة، سواء على المجال النظري أو التطبيقي أو حتى على الفوائد التي قد تعود على المجتمع والبيئة المحيطة من إجراء هذا البحث. حد هيجي يقول لي الجانب النظري والجانب التطبيقي والمجتمع، احنا قلنا في الاول خالص ان البحث بيكون اساسه حل مشكلة او قد يكون هو الاضافة الى الجانب النظري والليتريتشر ريفيو والثيري والى ما شابه من هذه الجوانب. ونرجع نقول بقى ان تحديد الاهداف بيساعد الباحث على التركيز في دراسته من اجل السعي لتحقيق هذه الاهداف. لما عندك هدف محدد وواضح انت بتركز جدا انك تثبت او تحقق هذه الاهداف. كذلك بيعتمد المقيمون بقى، الناس اللي هتقيم البحث واللي هتحكمه على مدى تحقيق البحث بعد لما يخلص طبعا لاهدافه الموضوع مسبقا. فاذا انا نظرت في الاهداف اللي حطها الباحث ولقيته وصل لها وقدر يوصل لها بشكل منضبط، هنا بيكون في التقييم لوجهة نظر إيجابية في البحث. ومن ثم يتعين على الباحث في هذه الحالة أن يصيغ أهداف البحث بوضوح وبشكل محدد، كأنه مثلا يحدد هذه الأهداف في شكل نقاط قصيرة مركزة. وعلشان أعمل نقاط قصيرة ومركزة لازم يكون عندي طريقة أصيغ بها هذه الأهداف بشكل جيد وتكون تتصف بعدة خصائص، زي ما احنا شايفين قدامنا كده الـ Smart Goals.
هنا ازاي تحط لنفسك سمارت جول، حتى مش في البحث العلمي بس، في اي حاجة، في البيزنس، في الحياة، ليك انت شخصيا. السمارت جول يبقى عندك هدف بيتصف بخمس اشياء. هذه المواصفات بتبتدي كلمة سمارت بتشكل الحروف الاولى، فاول حاجة فيها انه يكون الهدف بتاعك سبيسيفيك، محدد بشكل قاطع، ميجربل، يمكن قياسه. فما تحطش لنفسك هدف لا يمكن قياسه، achievable يمكن تحقيقه، realistic واقعي، ما يكونش جاي من عالم الخيال، ما يكونش بعيد عنك في التحقيق، timely يعني يكون لي time frame محدد، الإطار الزمني، يقول أنا بنهاية مثلا عام 2022 بإذن الله سوف أحصل على شهادة الماجستير، وأنا كده واضح ومحدد يمكن قياسه ومحدد بتايم فريم وفي واقعي جدا ويمكن تحقيقه، أي achievable. أما بقى أهمية البحث، هنا بنشير إلى أهمية موضوع البحث نفسه مقارنة بالموضوعات الأخرى وأهميته لشرائح المجتمع المختلفة. الناس هنستفيد إيه من البحث، وإيه اللي هيضيفه البحث في مجال التخصص من الناحية النظرية أو التطبيقية، الجهات التي يمكن أن تستفيد من نتائج هذا البحث، كل دي حاجات بنشير فيها إلى أهمية البحث. فلازم يا جماعة يكون عندنا القدرة على إن إحنا نميز بشكل كبير جدا ما بين أهداف أهمية البحث وأهداف البحث. هنا لما نيجي نصيغ بقى، ناخد مثال على الأوبجكتيفز اللي احنا عايزين نقولها في البحث، ونفتكر كده ونرجع لورا مع بعض لما كنا دلوقتي بنتكلم على التساؤلات بتاعة البحث، اللي هو كنا فاكرين سؤال عام وفي sub questions، الى اي مدى تؤثر الحوافز المادية، كان السؤال العام. وبعد كده رحنا على sub questions وقلنا ايه، قلنا فيها ما هي أهم الحوافز المادية التي تقدم للعاملين، والتاني ما يعني التاني كان ما هو أثر الحوافز المادية، ده في التساؤلات. هنا في الأوبجكتيف احنا قلنا التساؤل ده بتجاوبه، الإجابة عليه في حد ذاته هو هدف، يبقى هتلاقي على طول الأوبجكتيف بيجي يقول لك إيه، to identify the most important material incentive، أقدر أشوفها واضحة وصريحة. الأوبجكتيف بتاعي هو بيديني إجابة على الريسيرش كويتشن. وعلشان افكرك حطيت لك الاثنين مع بعض في شريحة واحدة عشان نشوف السب كوتشن. فاكرين السب كوتشن؟
ما هي أهم الحوافز المادية. ففي الأوبجكتيفز بتاعة البحث بقت إيه؟ التعرف على أهم الحوافز المادية، أتعرف عليها 1 2 3 4 أي أنواعها. السب كويشن التاني كان بيقول ما هو أثر الحوافز المادية، يبقى التعرف على مدى تأثير الحوافز المادية التي تقدم للعاملين بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان. كده يبقى عندي في علاقة ما بين الكويشن الريسيرش كويشن والريسيرش بروبلم، كل حاجة مربوطة مع بعضها بنفس الشكل. طيب لو نفتكر كده مع بعض، كمان كان هذا السؤال اساسا جاي لنا من سؤال عام. ها السؤال العام احنا قسمناه على حوافز مادية وحوافز اخرى معنوية. كان السؤال بتاع الحوافز المعنوية، ما هي الحوافز المعنوية التي تقدم للعاملين في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان؟ وهنا السؤال او الاوبجكتيف بتاعها هيكون التعرف على اهم الحوافز، مش المادية بقى، المعنوية التي تقدم. كذلك نفس الوضع بنعمله مع السؤال الثاني. السؤال هناك كان ما هو أثر الحوافز المعنوية في تحسين أداء العاملين؟ هنا هيبقى التعرف على مدى تأثير الحوافز المعنوية في تحسين أداء العاملين. وبكده نكون قدرنا نشكل أو نكتب أو نعمل الأوبجكتيفز بتاعتنا بشكل منضبط لنفس الدراسة. كل الأشياء مترابطة ببعض، البروبلم العنوان بالبروبلم ستيتمنت والمقدمة قبل البروبلم ستيتمنت، بعد كده البروبلم كويتشنز، الأوبجكتيفز، كله مترابط ببعضه، ونقدر لما نحل واحدة فيهم أو نجاوب على حاجة فيهم تؤدي في النهاية إلى الهدف العام للدراسة. هنرجع تاني نتكلم على أهمية الدراسة، ونقول ونأكد إن أهمية الدراسة بتتمثل في ما هي أهمية البحث وموضوع البحث مقارنة بالدراسات الأخرى التي تتناول نفس الموضوع أو نفس العناصر ونفس متغيرات البحث. ولذلك أو وبذلك نقدر نقيم نفسنا إحنا فين من الباحثين الآخرون، وإحنا وصلنا معاهم إلى أي مرحلة وإلى أي درجة من التوافق، أو إلى أي حد إحنا اختلفنا معاهم. بينما النقطة الثانية زي ما حضراتكم شايفين، The importance of research for different segments of society، أهمية هذا البحث في خدمة المجتمع. إحنا قدرنا لحد فين نخدم المجتمع ونشير إلى في البحث بتاعنا إلى أحد العناصر أو أحد المكونات اللي ممكن تفيد المجتمع، سواء كانت هذه الدراسة دراسة مادية أو حتى معنوية. النقطة الثالثة theoretical significance أو التأثير، هنا الدراسة أو البحث في مجال التخصص كنظرية، هل إحنا قدرنا نخدم النظرية ونؤكدها نضيف بعض الدلائل على صحتها؟ الجانب النظري للبحث وصلنا فيه لفين؟ كلما زادت هذا التأثير في النظرية، كلما زادت أهمية الدراسة محل العمل. آخر نقطة فيها الـ practical importance، الجانب العملي في الدراسة. طبعا كلما زادت هذه الجوانب أدت إلى زيادة في أهمية البحث.
بعض النقاط الهامة التي يجب على الباحث أن يراعيها عند كتابة أهداف وأهمية البحث، إن الاثنين both of them should be related to the research topic، الأهداف وأهمية البحث لازم كلاهما يرتبطان بموضوع البحث ارتباط مباشر، وأن يكتب أهداف أن يكتب الباحث أهداف دراسته أولا ثم يكتب أهميتها. يبقى أنا بشوف الأهداف الأول، لأن من الأهداف دي بتبتدي تبان لي الأهمية بتاعة البحث. كمان لازم يكون هنا الباحث متواضع بحيث يظهر ذلك في عبارات توحي بالتواضع عند التعبير عن أهمية البحث، لأن مفيش حد في من أدبيات البحث العلمي أنا مشكرش في نفسي وفي الناتج اللي أنا متوقع إن هو يطلع أو اللي أنا طلعته، زي مثلا ما نقول إيه يمكن أن يفيد البحث الحالي في كذا، the current study may be useful in or the study may be useful in. فيعني خلي بالكوا يا جماعه maybe ودي كلمات بتدل على نوع من انواع التواضع ونوع من انواع يعني امكانيه حصول هذا الحدث او عدم حصوله، وده طبعا بينظر اليه بعين الاحترام من الجميع. وبكده نكون وصلنا لنهاية المحاضرة الثانية من محاضرات مكررنا في الفاينل بروجكت، وقدرنا النهاردة نتواصل مع بعض ونقوم بإيضاح مفهوم وأهداف خطة الدراسة. بعدها تحدثنا عن المراحل العملية البحثية ومكونات الخطة البحثية، تناولنا فيها النهاردة الـ Research Title وإزاي نقدر نقدم عنوان للبحث يكون جذاب بأقل عدد من الكلمات، يحتوي على كلمات ذات عمق لا هي كتيرة ولا هي قليلة وإنما متناسبة تماما مع الموضوع. العنوان بيحتوي من قراءة العنوان بس تقدر توصل إلى كل ما تريده قبل حتى ما تدخل في الدراسة. كذلك تحدثنا عن المقدمة وإزاي نقدر نكتب المقدمة بشكل عام وبعد كده بشكل خاص على متغيرات البحث، وقلنا الكلام ده يا حبذا لو يكون هو بترتيب كتابة العنوان. كذلك تحدثنا اليوم عن مشكلة البحث وكيفية صياغتها وكيفية صياغة الأسئلة سواء كانت خبرية أو استفهامية. المشكلة البحثية ممكن تكون خبرية ممكن تكون استفهامية في صورة سؤال عام أو في صورة sub questions. وآخر حاجة اتكلمنا عليها النهاردة كانت أهمية البحث وأهدافه، وفرقنا ما بين أهمية البحث والأهداف بتاعته. أتمنى في نهاية المحاضرة إن هي تكون محاضرة كانت مفيدة وشيقة بالنسبة لكم، وإن شاء الله على أمل أن ألقاكم في محاضرات قادمة نقدر من خلالها بقى نتكلم على فرضيات البحث والدراسات السابقة Literature Review والهايبونسيس، كذلك الريسيرش ليميت
والتصور العام لهيكل البحث. على أن ألقاكم في محاضرات قادمة، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.